هذا درس جديد من دروس سكريبتات بي اتش بي، وخاصة ببي اتش بي اي بي اي الذي نحن نعمل عليه منذ فترة. اليوم سنقوم بإضافة هيدر اوثورايزيشن هيدر حتى يتم إضافة المقالات وتعديلها وحذفها بصلاحية معينة. الشخص المسجل الدخول يمكنه أن يعدل مقالة، يحذف مقالة، يضيف مقالة، أما الشخص العادي لا يحق له ذلك. فبالنسبة للـ API المقالات الخاص بنا، فنحن لدينا مثلا هنا يمكن أن نعيد مذهب API article.php. هنا أي شخص نريده أن يطلع على المقالات، لا مشكلة بذلك، أي شخص يمكنه أن يطلع على مقالات موقعنا كلها، أو مثلا يقوم بالاطلاع على مقالة أحادية مثلا ID 1، أي شخص لا مشكلة. فهذا أنا لن أحميها بأي شيء. ويفترض أيضا، هذه العادة، أن الجيت ريكويست، كل الجيت ريكويست أنت لا تضيف لها صلاحية دخول أو تسجيل دخول أو مثل هذه الأمور، لا تضيف لها، فهي تكون تقريبا متاحة للجميع، لأن كل الناس ستقرأ المقالات، كل الناس ترى مقالة أحادية، فبالتالي هذا الموضوع يعني لن نضيف لها حماية. النقاط التي سنضيف لها حماية هي نقطة إضافة مقالة، فإذا هنا نريد أن نضيف مقالة، فنذهب articles.php، والآن مثلا هذه المقالة مثلا التايتل الخاص بها hello مثلا، أو article without authorization، وسأضيفها لنرى النتيجة. فإذا not found، لماذا؟ لأن أكيد أنا كتبت شيء خطأ هنا، API article، نعم هذا اسمه أعتقد API، ماذا اسمهم؟ هذه هي النقطة، فسأقوم بنسخها مرة أخرى من هنا ولصقها، فإذا send، فإذا سيقول نعم تم إضافتها. وإذا ذهبت أيضا إلى الـ PHP MyAdmin، وهنا كتبت كلمة المرور، وهذه هي المقالات، فهذه هي المقالة أضفتها بنجاح article without authorization. لكن أنا فعليا أريد أن أضيف مقالة، لا أريد مثلا أي شخص يذهب لهذه النقطة من خلال مثلا أي برنامج كهذا ويقوم بإضافة مقالات لموقعي، لا أريد ذلك. فما الشيء الذي سأقوم به؟ أريد حماية هذا بماذا؟ بالتوكن الذي يتم إنتاجه عند تسجيل الدخول. فإذا سجل الدخول سينتج له توكن. مثلا هنا نفس الشيء، هنا إذا قمت بتسجيل الدخول مثلا لوغان باسمي، لاحظوا، وسند، فالشيء الذي سيحدث سيتم generate token لي. هذا التوكن أريد أن أقوم بنسخه كما هو من هنا مثلا، أقوم بنسخ هذا التوكن ووضعه مع الهيدر المقالة هنا، أضيفه هنا حتى أؤكد أن لي صلاحية الدخول. هذا الشيء الذي أنا أريد أن أقوم بكودينج له اليوم. فإذا لنبدأ، هذه هي ملفات الموقع. بداية سأذهب لـ API articles.php. ففعليا أنا كما نقوم بذلك دائما، نتخيل أن لدينا ملف نقوم بإنكلود له ثم ننشئ الملف. فمثلا هنا سنتوقع أن لدينا هنا ملف اسمه is authorized، من خلال هذا الملف سنتأكد إذا الشخص مخول له الدخول، مخول له القيام بهذا الشيء، مخول له إضافة مقالة مثلا، فسنكتب is authorized، وهنا فعليا سأقوم بإنكلود لهذا الملف. فإذا سيكون أيضا بUtils، فاسمه is authorized، جيد. فالذي سيحدث هنا فعليا أن إذا ذهبت هنا إلى البوست ريكويست، فقبل كل شيء، قبل أن أخذ داتا، قبل كل شيء سأتأكد إذا كان الشخص check if user authorized. authorized ماذا يعني authorized؟ يعني له صلاحية الدخول، هذا معناه. فهنا سأكتب is authorized وثم يساوي، وهنا مرة أخرى من الملف الذي قمت بإنكلود له، سيكون لدينا هنا function اسمه is user authorized، سأنشئه، لم أنشئه بعد. هذا الفانكشن يفترض أن يعيد لنا يعني array مثلا، هذه الarray فيها authorized، هل هو فعلا يحق له الدخول true or false؟ وإذا كان false أريد أن أحصل على message، لماذا false؟ ما المشكلة يعني؟ فبالتالي هنا هذا سأكتب هنا if not authorized بالكي authorized،
لأن هذا الكي سيكون إما true or false، والآن سنرى. فأنا فعلياً أريد أن يكون الـ response code 401، نحن نعرف هذا يعني not authorized، و echo json encode. طبعاً لماذا يعطيني هنا خطأ؟ لأن لم أضع semicolon. json encode، وهنا سنكتب status error data، لا يوجد data null، والمسج سنعطي مسج عامة كما اتفقنا أن غير authorized or unauthorized. بالنسبة لل error فسيكون لدينا هنا كود لهذا ال error والذي سيكون 401، والمسج هي فعلا إذا كان ليس authorized فسيرسل لي مسج من هذا الفانكشن، فسأكتب المسج هي authorized مسج، ولا أنسى السيمي كولون ولا أنسى الريتيرن لأن لا أريد الاستمرار، يعني في حالة أن لم يكن authorized فورا أخرج، لا أريد أن تفكر أكثر من ذلك. هذا الشيء نفسه سأنسخه وأضعه بالبوت ميثود قبل كل شيء، أتأكد أنه يحق له التعديل نفسه، ونفسه أيضا سأضعه قبل الديليت. فإذا بالديليت هنا سأضع هذا، إذا هنا نفس القصة. جيد، فإذا الآن يفترض لا يوجد مشاكل، فدعوني أتأكد أن لا يوجد مشاكل. هنالك مشكلة، ما هي المشكلة؟ إذا رو، فإذا include ones أن بالتأكيد تأكيد لأنني لم أنشئ الملف، فإذا هذا خطأ يعني يفترض بديهي. لم أنشئ هذا الملف، الآن سأنشئه، وبالتالي سأكتب هنا الملف سيكون موجود بUtils is authorized .php بهذا الشكل، وسأفتح تاج الPHP، وهنا فعليا سأقوم بإنشاء function، وهذا الفانكشن فعليا سنسميه is user authorized، وبالتالي هنا سنكتب is user authorized. جيد، الآن الخطوة الأولى أن هذا سيقوم بإعادة، هذا الفانكشن سيعيد array كما اتفقنا فيها authorized التي false هي أو true، وإذا كانت false سنرسل message لماذا ليس authorized. إذن هذا هي الشيء الذي سيعيده هذا الفانكشن. طيب ما هو اللوجيك لهذا الفانكشن؟ يعني كيف سنتأكد أن authorized؟ بداية الطريقة التي سنستخدمها هنا أن هنا عندما يتم مثلا إضافة مقالة، نريد عندما الشخص يرسل مقالة لنا كسيرفر، يعني من الكلاينت للسيرفر، نريد أن نتأكد أن هنالك بالهيدر توكن، وهذا التوكن هو بيرر توكن، فإذا نريد أن نتأكد أنه موجود. لاحظوا هنا يمكن أن نرسل أكثر من شيء بالهيدر، فنحن نريد أن نرسل بيرر توكن، نريد أن نرسل التوكن الذي قمنا بإنشائه من خلال جيسون ويب توكن في الدرس الماضي، فهذا الشيء الذي نريد فعليا وضعه هنا. فنتوقع من الشخص أن يرسله كما يعني وضحت قبل قليل، ونتوقع أن نحصل عليه هنا من خلال هذا الفانكشن. فالشيء الذي سنكتبه هنا أن كما تعرفون أن لدينا array اسمها server أو global variable اسمه server، الذي هو عبارة عن قيمته array ويحتوي أشياء متعلقة بموضوع server. من الأشياء التي يمكن أن يحتوي عليها شيء اسمه key اسمه http underscore authorization، هذا الشيء. فنحن نريد أن نتأكد بداية هل هذا موجود فعليا، فسنكتب نستخدم function اسمه array key exist، هل هذا الكي الذي أنا كتبته قبل قليل موجود بالarray ال underscore server، يعني هذا الglobal variable، هل هو موجود؟ وهل هو فعليا أيضا، نريد أن نسأل هل هو موجود؟ دعونا نبقيها كذلك ثم سأعدل عليها. إذن بداية إذا لم يكن هذا موجود، فإذن مباشرة أنا أريد فعليا أن أرسل authorized false ومسج، هنا سنكتب مثلا إذا لم يكن موجود سنكتب أن there is no authorization header. فإذا لنرتب الأمور ونفهمها مرة أخرى، فإذا كان هذا السيرفر بسيرفر array لا يوجد لدينا شيء اسمه HTTP
underscore authorization غير موجود، فهذا يعني أن ليس لك صلاحية، لم ترسل لي التوكن. فالآن يفترض أن لا يوجد مشكلة هنا، نعد هنا، فإذا لنرى إذا كان فعليا، لاحظوا لا يوجد شيء هنا، فإذا send لنرى، يقول هنالك خطأ، والخطأ أن الـ variable authorized غير معرف في السطر 124، فإذا لنذهب بذلك ونتفقد الأمور. لماذا هو غير؟ نعم أنا كتبت is authorized، هي authorized، فبالتالي علي أن أصححها في كل مكان أيضا، فإذا هنا أو لا مشكلة سأوقعها هكذا، لكن لا أريد أن تخطئ بينها وبين الـ key authorized، فقط تسميات هذه يعني. فإذا لنرى مجددا send، فإذا error not authorized، المسج غير موجودة، فبالتالي أنا هنا سأكتب bearer token will not enable وsend. فإذا الآن لنرى الآن صحيح، فإذا الآن لا يوجد authorization هنا، فإذا اللوجيك الذي أنا فيه صحيح فعليا، أن هذا الكي غير موجود، وبالتالي قال لي لا يوجد شيء كهذا. ليس هذا فقط، لاحظتم أن قبل قليل عندما قمت بإضافة شيء آخر أيضا قبله، أنا لا أريد ذلك، أريد فقط أن أتأكد أن الهيدر الذي أريد هو يبدأ بكلمة bearer، وبالتالي هنا عندما أرسل أريد أن أرسل bearer token، وأريد هذا التوكن enable، وبالتالي أريد أن أسأل عن هذا التوكن فعليا الذي يبدأ بكلمة bearer، وبالتالي هنا سأكتب هذا الشيء. إذا كان فعليا الكي غير موجود، أو إذا كان غير موجود وأيضا أنه لا يبدأ هذا الكي الذي هو أو هذه الأري، قيمة هذه الأري يعني الخاصة ب دعوني أنسخها وألصقها أفضل، إذا هذا لا تبدأ بماذا؟ لا تبدأ بكلمة bearer، وأيضا قم بنفس الموضوع، فإذا قل لي أن الهيدر هي not authorized. طبعا أنا كتبت هنا start with، start with فعليا هو ليس function يعني من PHP، علي أن أقوم بإنتاجه، فإذا هنا في الأدنى سأكتب start with function، فهنا سأكتب function start with، وهذا الفانكشن سيأخذ string الأول وثم substring الذي أريد أن أتأكد أن السترينج الأول يبدأ بالsubstring الثاني يعني، وهنا return سنكتب أن السترينج position، string position للسترينج الأول و الذي الخاص بالسترينج الأول يعني مكان وجود هذا substring بداخل هذا السترينج، هو هل هو بالبداية، فبالتالي position سيكون 0، إذن هل هو يساوي 0؟ إذا كان يساوي 0 ففعليا هو يبدأ به، غير ذلك هو لا يبدأ به. فإذا الآن مرة أخرى لنرى هل سنحصل على خطأ، ما رأيكم؟ فإذا لنجرب، فإذا send لا يوجد خطأ، ونفس الشيء there is no authorization هذا. طبعا أنا مثلا مثلا لو أخذت مثلا هذا وقمت ب enable و send نفس القصة جيد، فإذا لو أخذت مثلا دعوني أقوم ب disable مثلا هذا أوكي و send نفس القصة أم لا؟ there is no authorization. فإذا الآن سأقوم ب disable له، والآن سأذهب لل bearer token مرة أخرى وأقوم ب disable له ونعود send، فإذا نفس القصة there is no authorization key. فإذا الآن قمنا بالخطوة رقم واحد، أن نتأكد أن يوجد لدينا هذا، إذا كان لا يوجد بكل بساطة نحن سنقول لا يوجد هذا الشيء. الموضوع الثاني هو إذا كان فعليا هذا الشيء يوجد فنحن نريد أن نحصل عليه، فكيف نحصل عليه؟ فبكل بساطة نحن سنأخذ هذا التوكن، التوكن سيكون موجود من هذه القيمة الموجودة هنا نفسها، سيكون فيها التوكن، تساوي فعليا التوكن؟ نعم، لكنها فعليا هي تسبقها، التوكن سيكون يسبق كلمة bearer، فأنا أريد أن أخذ هذه الكلمة من السترينج، فسأستخدم substring، و substring سأأخذ كل شيء عادة، سأأخذ يعني سأقول 7 على أساس أن أقوم بأخذ كلمة bearer من السترينج، إذن bearer مع الفراغ، جيد؟ فكم حرف هذا؟
أربعة ستة مع الفراغ، فأنا آخذه بهذه الطريقة وآخذ فعليا التوكن من هذا. فإذا أنا الآن حصلت على التوكن، بعد أن أحصل على التوكن ليس فقط أن أحصل على التوكن وجيد جدا، يجب أن أتأكد من هذا التوكن. فبالتالي هنا سأقوم بإنشاء فانكشن بعد قليل اسمه verify token، أتأكد منه، وسأعطي هذا التوكن حتى أتأكد منه. فإذا كان هذا التوكن جيد valid، فأنا فقط سأقوم بإرسال هنا return، سنسى هذا نفس هذا return true، والمسج مثلا valid valid token. وإذا لم يكن فعليا valid، فما الشيء الذي أنا سأقوم به؟ سأقوم بإرسال else، هذه الريتيرن التي فيها أن false، وسأكتب هنا authorization token not valid. طيب الآن موضوعنا أن كيف أتأكد أن هذا valid أو غير valid أصلا، فما يعني ما الفكرة من الموضوع أو كيف يمكن أن نفكر بذلك. بداية دعونا ننشئ هذا الفانكشن، يمكن أن ننشئه في الأعلى أو في الأدنى. هنا ننشئه في الأعلى، هنا سأسمي function verify token. هذا الفانكشن سيأخذ التوكن، فعليا نحن قمنا بكولينج له هنا، ها هو وأخذ التوكن، ممتاز. فالطريقة التي سأتأكد منها من التوكن، بداية أنا سأقوم بديكود للتوكن، سأحصل على البيلود الموجود بالتوكن الذي هو الآن سنتأكد مجددا، سيكون لدينا إيميل آي دي وسيكون لدينا إكسباير ديت. طيب سنتأكد بداية هل هذا إكسباير، إذا is إكسباير. سنتأكد هل هذا الـ ID والـ email exist بالـ database الخاصة بنا، هذا التأكد. فإذا كان كل شيء تمام فهو valid سنعيد true، غير ذلك سنعيد false. فإذا هذا function فقط يعيد true أو false، فبالتالي هنا مبدئيا سأعيد false، واضح؟ طيب حتى أقوم بـ decode لهذا التوكن، فأنا فعليا يجب أن أذهب للـ login. login أين قمنا بـ ديكود للتوكن؟ لا قمنا بالديكود له بال API is logged in. لاحظوا، فقمنا نحن سأجلب هذا كله بهذا الشكل وأضعه بأعلى هنا. فنحن نحتاج الآن مثلا include database config، جيد، نحن نحتاج ذلك، لا نحتاج ال validation، هذا نحتاج فعليا ال JWT. وهنا عندما قمنا بديكود له، قمنا بديكود له بهذه الطريقة فقط، جيد. فإذن هذا هو، فإذن أنا سأقوم بداية بديكود string بهذه الطريقة. طيب الآن تسأل السيكريت كي أين هو؟ أنا وضعت السيكريت كي بالDB config، وضعته هناك، ولكن عندما أريد، لاحظوا إذا الآن قمت بتنفيذ الكود سيعطيني أن السيكريت كي ليس معرف بالرغم أنه موجود بالDB config. فما الشيء الذي علي أن أفعله؟ بكل بساطة موضوع سهل جدا، أنا أقوم بكتابة هنا global secret key. وماذا تعني هذه الكلمة؟ هذه الكلمة تعني أن اجلب السيكريت كي من الglobal scope. ما هو الglobal scope؟ يعني المكان مثلا كل الـ variable المتاحة في هذا الملف. كوني أنا قمت بإنكلود once db config، فأنا هنا يمكن أن أحصل على secret key، وبداخل function أنا أقول أحصل على secret key من الـ global scope. فإذن هذا هو الـ secret key. طبعا فقط أريد أن أتأكد ماذا وضعت أنا بالـ payload، فسأذهب للـ login فقط لتأكد. فإذن أين وضعت، ماذا وضعت به؟ إذا لاحظوا وضعت فيه user email، وضعت فيه user ID، وضعت فيه expiration date، وأنا هذا الشيء فعليا الذي أريد أن أجلبه من أين؟ من هنا عندما أقوم بالديكود. فبالتالي هنا سأكتب أن user email هو من الديكودد string، من الديكودد سنجلب الايميل. ولاحظوا هذه object، هذه الديكودد هي عبارة عن object. أيضا سنجلب user ID، طبعا عفوا الديكودد هنا هي عبارة عن يوزر ايميل، وهذا يوزر اي دي، والاكسبيريشن نفسه. والآن سنتأكد حتى عاملين ان لا يحدث معنا اخطاء، دائما يحدث معنا اخطاء. فاذا هذا اكسباير اكسبيريشن، وهذا يوزر اي دي، هذا يوزر ايميل. فهنا صحيح يوزر ايميل، يوزر اي دي، اكسبيريشن، ممتاز. فاذا الآن حصلنا على هذا،
ما الشيء الذي نريد أن نتأكد هل هو expired؟ فإذا هنا سنتأكد is expired. حتى نتأكد من ذلك سنحصل على ال current time، ما هو الوقت الحالي الذي نتأكد به، هذا هو الوقت. سنقول إذا كان هذا ال expired time أقل من ال current time فما هذا يعني برأيكم؟ يعني أنه expired، وبالتالي return false. طبعا هذا التوكن غير ليس صحيح، ليس صالح، invalid، لأنه expire سبب وجيه يعني. فإذا انتهينا من الآن، انتهينا موضوع expire. الآن موضوع هل هذا فعلا موجود بالداتابيس الخاصة بنا؟ فنريد فعليا هنا أن نطلب من الداتابيس هذا الموضوع، فسنطلب من خلال SQL query. فسأكتب هنا SQL query وسأكتب select all from next underscore users، هنا سأكتب where id يساوي user id and email يساوي user email فقط، هذه هي. طيب حتى أنفذ هذا الموضوع دعوني أقوم بالترتيب حتى تروا لماذا لم يترتب. لاحظوا هكذا أبطلت، يمكن أن تروا الأمر كامل بهذه الطريقة. فالآن نكمل، فلين أريد أن أنتهي من هذا الموضوع بسرعة. فإذا الآن أصبح لدينا هذا الـ SQL query. الآن سنجلب الـ results من هذا الـ SQL query من خلال استخدام connection و query لهذا الـ SQL query. طبعا فاصل مستقطع بمعلومة أنا من أين سأجلب connection. مرة أخرى connection موجودة في الـ DB config، وكما قلت أنا مع حالة سيكريت كي نفس الموضوع. أنا هنا في الجلوبال سكوب لدي القدرة على أن أستخدم variable connection أو con، لكن هنا لا، عندما أدخل هنا سيعطيني undefined. فالحل بكل بساطة أن أكتب هكذا، أجلب variable من الجلوبال سكوب. فإذن الآن جلبت الريزلت وأريد أن أتأكد هل يوجد ريزلت فعليا. فإذا كان النمبرز أكبر من زيرو أو يساوي واحد، يعني تم إيجاد ذلك، فأنا أريد return true، غير ذلك return false، وانتهينا من هذه القضية. فإذا الآن إذا قمت أنا ب send لا يوجد أخطاء، ما زلت بفكرة أن there is no authorization header، ما زلت بنفس الفكرة. لكن حتى أجلب أنا authorization header لازم يجب أن أقوم بلوجن. فنقطة اللوجن ها هي، مرة أخرى سأنسخ هذه النقطة من هنا ونقطة اللوجن سضع هنا، لكن سأكتب هنا لوجن واسمي ها هو والسند. فإذا لاحظوا مجرد أن أكتب لوجن هذا هو التوكن، وأيضا بالكوكيز تم إضافتها. لا يهمني الآن الكوكيز بهذا الموضوع، أريد أن أجلب هذا أنسخه كما هو، جيد، نسخ، كوبي، وأذهب إلى أين؟ إلى نقطتي بالموضوع إضافة article. سأكتب يفترض هنا article with authorization، وأريد هنا أقوم بإنابل لهذا. لاحظوا إذا كان غير موجود تختارون هذا، وسأقوم بإنابل له، سأضيف التوكن بهذه الطريقة. فإذا الآن سأقوم بسند ولنرى operation completed، ممتاز. فإذا لأن هذا الشخص هذا التوكن صحيح، وإذا ذهبت إلى database مرة أخرى يفترض أن أرى هنا article with، فإذن لنرى article with صحيح. طيب الآن سنجرب أشياء، مثلا نكتب هكذا، غيرت بالتوكن لنرى النتيجة send error، وهنا يقول server error. فكيف نقوم بالحصول على هذا server error؟ أعتقد لو كتبنا هنا كل شيء بtry بcatch، يعني كتبنا هنا try وcatch ووضعت هذا هنا، وبالإكسبشن قمت بمثلا print، نكتب print أو لا أعرف إذا كان سيطبع لنا هذا. فإذا لنرى، فإذا send، لاحظوا ظهر لي وهذا هو الإكسبشن. الإكسبشن جاء من مثلا، ماذا لو كتبت هنا message؟ هل سيكون له message؟ فإذا send أهو. فإذا يقول لا يمكن Protected Domain Exception. الخطأ حصل هنا فعليا، أننا قمنا بكود لهذا فحصل هذا الخطأ. فأعتقد
يجب أن نقوم ب هنا لاحظوا هنا يجب أن نقوم ب عندما يحدث مثل هذا الخطأ فورا نعيد false. ما رأيكم؟ كيف سيكون ذلك برأيكم أنتم؟ فبهذا الموضوع فعلا نحن نجحنا فعليا بالقيام بحماية هذا حماية النقاط التي لدينا بالتوكن. لكن النقطة التي توقفنا عنها أن عندما يحدث فعليا أين كنا؟ عندما يحدث فعليا الديكود هنا فقد تحدث أخطاء أثناء هذا الديكود، وعند حدوث هذا الخطأ جيد فماذا نفعل؟ مثلا return false ونريح أنفسنا بهذا الموضوع فبدن send نعم authorization token not valid، فبدن حل سريع جدا. فإذا حصل خطأ فعليا عند القيام بديكود لهذا التوكن بكل بساطة أرسل false. انتهينا.